بسم الله الرحمن الرحيم. صالح بن عمار السعيدي من مواطنين حزوة، فلاح بيولوجي، ذر عندنا 4 أولاد وعندي 3 بنويت. الإضافة اللي ضافهن المجمع، وأنه إضافة كبيرة اللي ما كانش الفلاح ما يقدرش عليها لولا المجمع والتجارة العادلة، حاجات ملموسة. ضفنا السوق، ثم منح قاعده تجينا، ثم مشينا ضمننا معنا مره، مشينا في رحله حوسنا فيها وتعلمنا فيها برشا حاجات اللي ما كانتش عندنا لربما وما نعرفوهاش. في بكري كنا ما عندناش الغابه، كنا ناس نكسبوا الابل ونكسبوا الغنم وناس رحل، وين تصب المطر معناها نقيموا 3-4 اشهر شاحت الدنيا نحاولوا بلاصه اخرى. المعاش كان على قد الحال، والحمد لله رب العالمين. النهار اللي سندت لنا كل واحد استند له يعني الغابه، جهدنا فيها السنين الاولى، ثم شويه تعب بدني وتعب مادي، بعدين والحمد لله ما طلتش بينا المده، عطت النخله، تعشينا منها الناس الكل. كنا أو في البداية لربما السوق مهوش مضمون، وساعات نبيعوا ما نخلصوش، وساعات نخلصوا في 50%. وزادت شاركنا في المجمع، وجدت الشركة هذه تبنت الموضوع، والحمد لله رب العالمين. تو السوق نتاعنا مضمون، البيع مضمون، الخلاص مضمون، معنا حتى مشكل، ذرنا عايشين متفرهدين، احنا في أرغد العيش.